عبدير اشوفك اليوم ما تتحلي معانا. يلا مديد قول بسم الله. لا والله مسوي رجيم، ما انا مخربط بهالحلو، ما تشوفني ضعفان؟ رجيم؟ من متى رجيم؟ والله يا حمود طايح لك على حبوب ماخذها من النت، طايحك 5 كيلو بالاسبوع. 5 كيلو بالاسبوع؟ 5 كيلو بالضبط. اوه وين هالمنتج؟ ما تشوف كرش اخوك؟ هالعبد اشوف كلامنا مو عاجبك. لا والله مو عاجبني. انت تدري هالحبوب هذه شنو ضررها؟ ادري عنها تنباع بالنت وهي مو مرخصه. انتوا لو تدرون ايه هي شو تسوي فيكم ما تستعملونها. شو تسوي؟ خوفتنا. ازمات قلبيه، ارتفاع بضغط الدم، الام بالصدر، يمكن تعرضكم للانتحار. الانتحار بعد؟ لا يحوشك. اي دواء او مكمل غذائي لازم يكون مرخص من وزاره الصحه او تشتريه من صيدليه. شراء الادويه من مصادر خارج اطار الصيدليات ومن خلال اخصائيي تاسيس غير مؤهلين علميا يؤدي الى مخاطر جسيمه. تناولوا فقط الادويه المرخصه من قبل وزاره الصحه. مع تحيات إدارة تفتيش الأدوية وزارة الصحة.